أحمد محمد عطوش أو كم ذا حين دبانا ذا قلها ديغان كدق مذا بورما أي مان تمر أور باهن تور رمي يوحا وكاها ذي حالا ذا ديغان كعلاف وين إيه قوبل كاسي سناك وما أنت شلا يا هيد أي لبا بيلود إسكولا إيين هار كاسنا وكاد عاي قصارة سكوشرا دمشي يداوع حين دبان كايا يساقو أمور هاسي كور رمي ينوحا ويوري استاهل لانكو عين ديغان كاي ضدك ولا لها أيوة ضد شيء إنا لله وإنا رجعوا إلى أنا أنت كل غطي سمري على الله نقص أنت كل دعوة أنت أنا الله عارف لكن معلوم والبا تقارك عيلة فين تعسيدس يك هذا الكعيل كتقارك عيلة فين يدك ولا لها ما هي اللي بتشي ما ها اللي بتشي تقارك عيلة فين نه ما ورانا كرنا وحبا لا يتبقى الوحي قبيلة وي تقالمان تولد وي تقالمان تدنوى تقالمان لكن تقال كان هو تقال صون نخ نخضي يشو حباكو جراكا تلك الدولة باكو جرتا تلك الدولة فوضاما لبقى بالقوري مقاضن كران لبقى في القوري مقاضن كران عنقو وحقبه وحن وحكو دوبان بان قبا عدتك كهاد ليا وحك دوبان بان قبا انو ان وحن قبا انغو انت كا تمر يار انغو دولتنمدن دولتنمده مانتا انو هيسنا اي كدعيبسنت اي كيرتا اي ان دغالكا علف وين انو سو نوق نوق جيد يدي مانتا دولتنا هي يدي نو قرن هي يدي نو عدد يا أبود ليه تقال في عيلة فين بالسوف تشري كروي أما تقال لا برضو الحيل السوف تشري كروي ما هو أحلى دقي سكر ما الدولة ما دين الدعيف كتها تقال صن رق نقطة قبيلة مو حين لما نعطوش أو هذا الكيس سي وتا أي واحد وكه الله يطلع هذا كل يا أولاد أصل قصاف كر يا إن تهاي إلا قاطو أمر كيو سو شيء ذي ملح وين كريان كاسو مالي لان كل هراء أو هالكاس يا أولاد كدعبي تقال كعيلة فوين وانت اللابا لغا قادو سيدي مدحوينك وحوينك الجمهورية السومالي اللام عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيري عشاقي وحبت اللي وصف جريه تقال كعيلة تقال كعيلة فوين كلية هالقضب اللي وصف جريه كرا وقضب كي مدحوينك وحوينك وكشاقي جيدة وحكال اللي وصف جريه كرا مجد حين لبانكا وهذا الكيشين سيباباسان وسيوتا أي فرين ودري وسيركا وسارة ذا أرماء جودا سومالي لان محمد كاهن أحمد وسيركا داخله جو وحوي ونكا يسارة ترى مسؤولية نسوي أمي وسوف تري كلوة أي أما وقبل كلوة أي نوح إنه كل جيس كرين ما وسير سيرك داخله قال أمي سومالي لان ودب مسؤولية كاسارة تاي in time ga joogtana inta soo dhacda dhacday ee isku horimaad badhay waana talaabo dawladeed ka qaado dadkan iyo deegaankan iyo umadan waxaan soo noqnoqonaya cid ka dambaysa asir shaqada qaran inta in ka baalaaran baa laga rabaa inad ka ugasho elefin in ka baalaaran baa laga rabaa inad ka ugasho wasiir deegaanka ka iyo dadka ama eelaf weyn ka soo waxa ka soo noqnoqonaya inagoo intaa ka tamareer baanay dhici jirin inagoo dowladnimada intaa ka hirtay inay dhici jirin ma qabaanu la qaban karin leeyahay hawsha walaabranaya baan leeyahay dowlad baynu nahay dal baynu nahay dad baynu nahay dhaartan aynu ka joojino salaadeynta iyo deegaanka iyo dadka la dhaarinayo wax bay noo dhimaysaa dowladnimo lagu soo afjaro qarannimo lagu soo afjaro sida cadu dhabane dawladda iyo dadka iyo deegaanada oo go'aan si kastaba ha ahaatee colaadani ka taagan deegaanka ciilaaf weyn ee gobolka Sanaag ayaa soo noqnoqonaysay waayadii u dambeysay ilaa iyo haatan maaro waa loo waayay wax ka qabashada colaadaasi labadaasi beelood ku dhaxmareysa deegaankaasi hase yeeshee aynu dib u jaleecno madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici oo isagu go'aan horle labadaasi beelood dhex dhigay maanta laga bilaabo waxaan amar ku qabtiin
إن أنا عدّم فوق الله بري يا إنجيل عدا لك بلاو إذا اللي عدي فرد بقى هذا ولا واحد قرة تهجان يا تهجان 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 يا قاري واحد اللي شاف قبطان وانت قرر واحد اللي يعني صباحي يا بلداي دي يا قري انت ولا قاضي اسكت لي انا فوق نفاكو خارجين ديب لو عليه واحد كان تينا ترى ما انت تعصب على الفات شنو تتوقف مع الان كل تعب قدر هو الكيسة لكن مع الان كل تعب كنت أقف دون الدعوة ما وحويان دو وحويان ما أنت مقلة يا مال لهي لبادي رهرا تعرف كشوفان يا تي ميري كم مقلة يا ما والود دول ندي ما لقط ما يح ما حد ما لهم دو دول كسر ما دول كبر جار سعة تصنع جار كسر تي دو حكوا جنون مثل حد يعضيين وقال ما نقولني وقال ما تبص شغير سبي جتي دولت يشعب على خلق قريش وين ذو الدولة ديسان أمرك تليه قتاس كل قبا لقب لهم ما أنت إدي مذا حق قاعدة طلاوة قاعدة وحيو هيو هنتي قري نفتي سيين تبا وين ما قل هذا كو وحاو مدى كالوضع ديني يتنمو تام خو دافقفكو وحكا وحكا وشاع يا ما يا عبسي يا عبسي ما خد جيب دم الله يحترم ماي هذا أمرك خبطان وينوح كذي تبيك عالم يستار بورما.